دكتور طيب، برضو حياتك كنت بتتكلم في النقطة بتاعت الاعتمادية، وإن احنا بنقعد عند أهالينا فترة طويلة. أيوة. وأكيد طبعا ده بيغير في تفكيرنا يعني. نعم. طب هل في بديل للموضوع زي ده؟ أصلا احنا برضو في مجتمعات شرقية، فاللي هو فكرة إن احنا نطلع بره دي صعبة جدا. يعني المجتمع الشرقي ما هوش يعني مش قيد علينا. يعني ما هوش قيد، يعني احنا مفروض بالتدريج نبدأ ندي الأولاد الثقة في النفس وفي الذات، إنه يقدر يعتمد على ذاته، ونقدر احنا نكلف الولاد من الصغر ان روح اعمل دي بنفسك، روح سوي ده. يعني لو انت شاركت الولد وهو طفل في مرحلة الطفولة بتاعته، نشئته يعني باللغة العلمية اسمها تنشئة الاجتماعية، انك انت نشئته انه يقدر يتعامل مع المجتمع ويقدر يحل مشاكله ولو كانت مشاكل مستواها صغير، لكن كويس جدا انك انت تحسسه بكيانه. انت دلوقتي بتفاجأ ان يخبط على بابك بنت صينية جاية وسايبة أهلها وسايبة أسرتها ومسافرة من الصين لمصر. أنت بتقدرش تخلي بنتك تطلع من القاهرة إلا تليفونات وفين ورحتي وجيتي وعملتي الله، إيه الحكاية؟ ما ده برضو ده من التنشئة بتاعتنا اللي احنا سيقول دفع الخوف والشارع والدنيا والكلام ده كله. لإمتى الخوف والشارع؟ طب أنت خفت عليها، طب إيه اللي رفع نسبة الطلاق ل 48% بين المتزوجين حديثا خلال الثلاث سنين الأولى من الزواج؟ ثلاث سنين الأولى من الزواج يتطلق 48%؟ دي ما هي كارثة طبعا. ليه؟ لأنك أنت ما عودتش الولد على أنه هو يعتمد على الله ثم على ذاته، أنه هو يقدر يحل مشاكله، أنه يقدر ياخد قرار في بيته، أنه يقدر يتفاوض مع مراته ويقعدوا مع بعض. لأن فعلا الشباب قالوا لي أن احنا عايزين نتفاوض مع بعض. يا بنتي هل أنت متخيلة أن أنت هتنجح في جوازك؟ تقول لي آه. ليه؟ تقول لي لأن أنا هقدر أتفاوض مع جوزي، هقدر أحل مشاكلي بنفسي، هقدر أتحمل الفقر، هقدر أتحمل الظروف الصعبة، هنبني بعض، هنبني. يعني شيء جميل، العيال مفكرة التفكير ده، لكن الأهل عندهم استعداد لقبول ده؟ لا، ما عندهمش. فياريت الأهل هم اللي يفوقوا، يعني ياريت الأهل هم اللي يفوقوا. الولاد كلهم عندهم استعداد، الولاد والبنات سيبوهم ارموهم في البحر هيعوموا هيعدوا. أسأل أستاذ عبد الرحمن عن وضع الشباب، هل متأثرين بأفكار أهليهم ولا مش متأثرين؟ لا، هو في تأثير أكيد، يعني في تأثير، خصوصا يعني هو مش حايز والله، بس خصوصا عند البنات يعني خصوصا. عايزين برضو نفند الموضوع فعلا. يعني إيه وجهة نظر البنت ووجهة نظر الولد حاليا؟ لا، هي دخول المعركة في الأول اللي الدكتور قالها، اللي هي فكرة المثل الشهير اللي هو جوزك على حسب ما تعوديه ومراتك على حسب ما تعودها، فده بيبقى كلاش كده أول سنة. تمام. على فكرة هم مش بيديروا الاختلافات، لا هو أو ما بيوصلوش لمناطق وسط، لا هو أنا بعودك عشان بعد كده، عشان ده السيستم اللي هنمشي عليه. ده تفكير أهالي عند رجل وست، يعني ده تفكير أهالي اللي هو لا ما تصلحوش النهاردة عشان ما يتعودش، لا ما تعملش كده النهاردة عشان ما تتعودش. ده تفكير أهالي مزروع فينا، هما مش بيجوا يعني بأوردر، بس ممكن اللي هي التنشئة اللي حصلت، ممكن النصايح، ممكن، فده كله بيأثر. انت في الأول وفي الآخر داخل يعني فكرة مرحلة الفطام دي، احنا لسه يعني الناس بتتجوزها لسه ما تفطمتش، الناس لسه بتحط مفتاح شقتها بتخليه عند حماته أو حماتها، عشان لو نسيت المفتاح لا ما تنساهوش، بس ده بيتك. يعني احنا عندنا طبعا بيبقى فيه تأثير، خصوصا كمان مع المشاكل، مع أول مشكلة وتاني مشكلة احنا بنلجأ لمين؟ بنلجأ للأهل. طب ما الأهل دول هم اللي هيحكموا، هيحكموا عليك بقى بأنه معتقد، بأفكارهم هم، يعني أهلك أو أهلها مش هيحكموا بغير أفكارهم. فأنت كمان هنا هم اللي بيحلوا لك بعقلياتهم المشكلة.